الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا هاد وي في كيت ديال شركة هيك فيزيون، اللي هو عبارة على ان في اير وكاميرات كيخدموا بالوي في او سون فيل كما تنقولوا حنا في المغرب. غادي نفتحوا العلبة وندوزوا الطريقة ديال التركاب والشرح. اول حاجة هذه هي العلبة، كتجيب هذا الشكل هذا. فيها هذه الكرتونه، هذه الكرتونه كتحتوي على الكابل اش دي مي، وكتحتوي على ترونسفور ديال ان في ار، وكيعطيوك حتى الكابل ريزو باش تكونيكتيه بالان في ار ومن سويتش او موديم ديال الانترنت. والشيء الجميل هو كيعطيوك حتى الترونسفورات ديال الكاميرات. عندي 4 ديال الترونسفورات، عندي 4 ديال الترونسفورات هنايا ديال 4 الكاميرات. وهنا الاكسسوارات، عندي الان في ار اللي كيجي صراحه عندهم لومبالاج مزيان، الان في ار كيجي على هذا الشكل. الان في ار تيجي على هذا الشكل هذا. هنايا لي زونطين ديالو، وهنا تيبقاو لينا الكاميرات ديالنا بهذا الشكل هذا اللي تيجي 4 الكاميرات. هادو اوت دور او بولت، او حنا تنقولو في المغرب اكستيريور، كاميرات خارجيه كتركب هنا. بعد ما شفنا فتح العلبة، تندوزو أول حاجة للطريقة ديال التركاب، اللي هي سهلة جدا. هي الغرض من هاد الكيت ديال الوي فاي ديال هيك فيزيون هي سهولة تركاب، يعني أي واحد يقدر يركبو، ماشي بالضرورة يكون حريفي أو تريسيان أو تكنيسيان، يعني يقدر مول الدار هو يشري هاد الكيت ويقدر يركبو راسو. خاصو فقط واحد الدراية بسيطة على كيفاش يوصل الكهرباء مثلا، او هاد الكاميرات يكون حداهم بريز ديال الضو. هنا كناخذو مثلا اول طريقه تنديرو هي كناخذو الترونسفورات ديال الكاميرات، كنضربو الترونسفور ونضربو في الكاميرا. هذه هي اول عمليه خصنا نديرو قبل ما نخدمو الدي في ار. كنديرو هاد العمليه، نبرونشيو الكاميرات كاملين، نعطيوهم الضو. من بعد ما عطينا الكاميرات الضو، غادي نالمونطيو الان في ار ديالنا. هنايا مدخل ديال 12 فولت هو هذا، وهنا فيه سورتي في جي، وهنا فيه سورتي ديال اتش دي مي، وهنا فيه جوج لي بور يو اس بي على حساب لاسوري، وبور ديال لان ديال الانترنت الا بغيتي تكونيكتيه مع سويتش او مع موديم. غادي ناخذ كابل اتش دي مي ونبرونشيو مع التلفازه بهذا الشكل هذا. هنا كابل اتش دي مي باش نافيشيو التلفازه، وناخذ لاسوري ديالنا بطبيعه الحال نبرونشيوها باش نقدروا نتحكموا في النظام. نتمنى ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وديروا جيم الفيديو اللي غادي يعجبكم، وتحياتي.